ميت حي. الله يرحمك وينعمك. الله يرحمني وينعمني والشعب الكل ميت حي. والله ميزيري تخبط ومن يشدوها هذا الدولة هذا الحكومة هذا. البشبوش ولا شو اسمه الرئيس هذا. 30 مليون اعطيني ياكل فيهم ويصنع في صاروخهم. الشعب قالت لها الشر اني ميت ما لقيتش قرن فلفل باش ناكل. 5 سنين لاصقين فيها هم كلوه كملوها الدولة. واش اعطونا نحن؟ ما اعطونا شيء، اعطوناش حاجة نحن. قالوا زين يسرق هم السريق. هم اللي قتلونا ذبحونا تو. ما لقينا ما ناكلوا. اللحم نشاهوا فيه. ني جاي ما مطاش يعلم بيا ربي باش نلقط خبز الاولاد، ما لقاش كعبه بطاط. فهمتي؟ فينا الدوله؟ انا في ميزيري عايشين في الهم والفقر. فينا الدوله؟ الدوله مشت على روح. مشينا موتنا دقدقنا دقدقون. هو يضرب في 30 مليون والوزير يضرب في 30 وموتنا احنا بالشر. وانت قدين هاري؟ وني قديش؟ قداش تعرف قداش نخلص في الشر؟ في 70,000، ثماش مواطن يخلص 70,000 في تونس، نخدم في الحظير بست ايام. فانا دولة هذا. فانا دولة هذا. فهمت؟ ثماش بشر يخلص ب 70,000 يا ناس. حتى تريمس نتاع ضو ما يخلصوهاش. كنت تلقى حرقة تحرق؟ كنا نلقى حرقة من الليلة نحن. حتى في بتي. ياك ميت كيف باش تعرف؟ ميت نحرق حتى خنموت ياكني الحول. ولا الميزيري هذا والفقر. اني انا ميت حيني. فانا دوله هذا العين. ثماش مواطن نخسر ب 70,000. فهمتني؟ نمشي للمعتمد يقول لي هيك هي شهرين. نمشي للوالي هيك هي. انا موتنا انا شعلنا نحن. انا موتنا نحن. التونسي قدام الركود الكبير هذا منين قاعد يجيب في الفلوس؟ كيفاش باش يعمل؟ ماش خالط اخويا العباد، كل خدامه كل بطاله ماش خالط اخويا العباد. ماش لاقي ما تاكل العباد، هذا شمال تو كيما المنطقه هذه راس الجبل مسانس عباد شيخه ورمضان عباد ناصبه وتخدم، تفرج خويا الحاله كيفاش. اخزر انت برك الكياسات تفهم كل شيء. عباد ماش خالط، عباد شاده الحيوط اكثر فيها. ما لقاتش حتى العباد باش تاكل. مش باش تخرج باش تصرف في رمضان ابارابور على السنين الاخرى عباد شيخه كانت. اما هاك ترى خويا تو في الحاله عباد تسخف خويا. عباد مش لاقي ما تلبس، عباد مش لاقي ما تاكل. هذه بلاد الخير راهو تصوروا فيها انتم بلاد الخير راس الجبل. ومعروفه على في الجمهوريه كل ابار انما انا وحدها ناحيه بنزرت ناحيه ولايه بنزرت. كانت العباد شيخه خويا، عباد متفرده وعباد تقضي الوقت هذا قبل شغل فتر كانت ما تنجمش تعدى فيه النهج هذا. هاك ترى عباد فارغه. هاك ترى عباد خويا شاده الحيوط وعباد تسخف. مناش هذا يا خويا من جرة البانديه اللي حاطينهم لنا خويا. هذوما جماعه برج الرومي وجماعه الناظور خويا غايرين على العباد. غايرين غوران خويا ماش خالطين على حتى شيء. شباب خويا هذا يا خويا مشكلته باش يحرق. قال لك خنموت خويا ما يسالش. تحرق كان جيك فرصه. شخص يا خويا شخص. فاش قاعد يعمل تفرج؟ بطل عندي 10 سنين قاعد. تفرج. هذا يا خويا 25 سنه شباب. وهما خويا يلبسوا وياكلوا ويشربوا ماهمش لا نام على بالهمش بالعباد. نتفرجوا خويا في التلفزيون ونتفرجوا عباد مازالت تعيش في كوخ. يعيش في كاف، عباد تعيش في كاف. معقول هذا؟ ما يخافوش من ربي لهالدرجة زعما. يا سيدي العمر يتعدى هذا، فترة وتتعدى، قداه باش تعيش؟ قداش اسمه الغنوشي ولا الباجي، قداه باش تعيش؟ 200 سنة 300؟ نهار آخر خويا عند ربي راه عندك حساب كبير ياسر، خافوا من ربي. خافوا من ربي عاونوا العباد، اخزر عباد تسخف، عباد بطالة، عباد كلاتها المخدرات، شباب جن في مخه. عباد تنطر وعباد تسرق خويا كنا نسمعوا بها سموها لنا. هاي خويا كل يوم في لونج براكاجات. مناش من الفقر ضربها الفقر الخشاشة. جرة شكون؟ جرة خويا هذوما اللي شادين الشاد ولا شكون؟ خافوا ربي، خافوا ربي خويا. تحية تونس. شو عامل في المصروف معناها؟ لا شيء ضحك. يا زاد فما مقدرة شرائية وزاد فما مصروف. فماش دي بالحق فماش فلوس بالنسبه للمواطن المسكين وكا هو درنا ومروحين يدينا فار وين باش بشتش باش نش ثماش فلوس يا جي بي فار ثماش مني هذه دوله هذه وشني كنت نخلص ب 300,000 عايش ولبس علي ونقري واد تيتاوي كنخلصوا ب 600 و 700 و 800 ومش نخالطي وين باش
وقتاش كنت تقصد 300؟ هذا وقت بن علي الله يرحم والدين والدي حتى تو. ايش بي وناكلوا ونشربوا عايشين ولبس علينا وشرينا التراب وقرين وقرين اولادنا في الليسيات وين وتو وين ها نجرين 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 ها دور دور ها ندوروا في السوق نروحوا في يدينا فار. علاش وصلنا الحالة هذه؟ علاش من الدولة الجديدة من الأحزاب هذي أحزاب تضرب في الفلايس وقاعدة تصمصر فينا نحن تصمصر في التواس منيش وقال لك التسجيل الانتخابي واجب وطني وراك كافيش كبيرة وراك هنا وهذا لا هو ما هوش واجب وطني وما ننخب حد وما نمشي حتى لحد هنا ميت ميت وشني هنا ميت اليوم ولا غد حكاية فار شكون يعاود يشد الباجي ولا يعاود يشد شو اسمه ضايع جديد شو اسمه الشاهد نتاع السميه ضايع يبيع ويشري في الناس حتى عامل لنا شو اسمه نبيل القروي يوكل في العباد وعامل ما هو افطار زاد حرم علي وشني يا ودي نتفرجوا في التلفاز باش تموت لا ولاد ولا عيل ولا من 5 سنين ولا من 65 سنة الكل فهمت الوضع وفهمت كل شيء فهمت شنو اللي قاعدين عاملي كيف فارغ في عليها الرأي تونس وفي عليها الرأي قال لك وفي عليها الرأي صحيح ولا غلط؟ لا الكلام هذا صحيح في وقت بن علي توي تنكر الناس بن علي وتنكر فضله فضل على العباد ب20,000 تهبط للمرشي تقضي ايش تحب تاخذ حتى اللحم به وتروح اليوم كي تهز 50,000 ما تقضي شيء كما قال لك دار 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 مروح بثلاثة باقيات فهم شيء دولة وفعلها مازالت حاجة واحدة هم كانوا يعملوا نحويجة أكل المثال يقول لك ثلاثة في شكارة وتنشوا في البحر هذا صحيح ما كنت قلت لكم الشعب التونسي عملوا لها كاك بدأ محرمت له العيش أنت تو يدور رمضان رمضان عندهم هم بتو كما يقول لك كيلو طماطم ب3,000 شكون مش ياخذ ب3,000 حكت الطماطم في وقت بن علي غلطت وقلنا ب 11% و 12% وغلطت وما بقاش فيها فيل روحت ب 16 اليوم ب 3180 فرنك هي الزوالي ثم ناس اللي ما دخلش دينار في النهار ثم راهي في الموجوده هذه منين مش ياكل منين مش يشرب ايش عامل له انت؟ ما عاملين له شيء كما قال لك الاحزاب تتعارك في رؤوس بعضها وراجع على رؤوس المواطن المواطن هو اللي مشى فيها ضحيه كان تلقى حرقه تحرق أول حاجة هذه أي ننده منها تونس ما دام ما عشتش فيها جرينا عليها تو في 78 ونعطيك تاريخ 78 حوادث قفصة احنا نباتوا مطيشين في جانفي نباتوا مطيشين الناس على هالبلاد هذه باش نعيشوا اليوم ما ثماش عيش منين العيش تلقى حرقة تحرق نحرق ما نقعد شنو يا ولادي زاد ومرت أقسم بربي وهاني مقابل جام لا عاد نبات فيها ليل واقسم بالله وكان نجي ماشي للجزائر الى عاد نرجع حل تونس في العمر هذا هاني 55 سنة قسما من برب انا عندي ولدي معاق 23 سنة كان نهزك للدار تو تشوف حياته ها تمشي ضمن اجتماعي يقول لك برا تكفل به انت تمشي للنداء يقول لك امورك ولدك تمشي باش يعطوه بطاقة باش ياخذ 100,000 ولا باش يعاون روحه بالمستحيل قاعد مطيش إعاقة عضوي حتى واحد ما عاوني ب100 فرنك وناي لطخ في راسي واحد شتعمل في شقان الفترة؟ ها؟ شتعمل في شقان الفترة؟ فترة هاني مغرفة شرب بدجاج الحاكم وكهو بالكركاس مالش ناي مالي باش مشي نعيش كركاس تاكل فيه الكلاب تو كلاب ما ترضاش بي تلقى حرقة تحرق تبيع عندك شك عندك شك انا ماذا بينا حرقت بك العام ما العام 2011 ماذا بينا الحرقة والله غير بعد يسرقوا البلد ما عادش قادر على الشراء ها وخرجت للسوق خذيت لي ثلاث خبزات وروحت أربع خبزات مروح بهم هذاك مع شال الاولاد هذاك اللي فما هذاك اللي قدرت عليه هذا العشاء نجمش ناخذ كيلو لحم 27,000 وناخذ كيلو غلب ب 4,000 و5,000 فرق هلا غالبا ظروف على قد الخدمه ما فماش
هذاك الموجود بطال بطال نهار نخدم 10 و 15 في العمر هذا بطال باش نعمل ها وين الخدمة قديش في العائلة ستة في العائلة وانت اللي تصرف انا والولد عندي ولدي يعاون فيا شوي كاو ما دخلتوش ما نعرفش دخلت ما دخلتو ما عندنا خلطو ولا شيء الله يعيشك ضعنا ضعنا اخوي حكت ماتم ب 3500 يترت الزيت ب 3000 و 4000 فرنك ما عايش حتى زيت مدعم معنا تاخذوها نحن ما يخلطناش منين مش يجيبوها نهار 24000 تخدم نهار و10 ما فماش والله ما من اول رمضان ما خدمتها هي قلت لك تشوف القضيه ها ثلاثه خبزين ما عادش نحكيو على العيد العيد ما عندناش عيد احنا احنا ما نفكروش في العيد ما عندناش العيد هذا لا نفكروا فيه لا باش نوصلوا له لا نسالوش هذه العيد كي يجيبوا خبز للاولاد هذيك هي هذاك هو العيد نتاعنا كل شيء نا طماطم 3000 اللحم هذاك ما نحكوش عليه انا من رمضان والله ما شريته جمل بالاخ هاك تشوف هاك نهار بنهار بعد 40 ويموت بقلبه هذيك هي هذاك هو خاب مكافا النهار اللي احنا فيه كان خدمت هيك ليت ما خدمتش هاك هاك شو باش تعمل في حوايج العيد جايك عيد وبقيت المصروف اللي يعمل ربي هذاك انا باقي نخمم كان خلطنا نشوني شو ما خلطناش اش مش نعم معنا منا تغور مش تسرق هذاك هو اللي عمل هذاك البلاء تجيك حرقه تحرق شكون ما يحرقش في البلاد هذه ما عادش فيها حتى شيء انت تحرق انا نحرق ما نحرق انا وخليها الدنيا كل صغار ومراه الوضع اللي احنا فيه نحرق عاد غاليه غاليه والزوالي مسكين ما ينجمش انت من تمشي تجي على الجزائر ظهر اي جزيري اظن نجي نمشي ونجي ما غاليه بزاف غاليه هنا غاليه بارابور الجزائر كيفاش الاسواق بعيده بعيده بزاف بعيده الشعب ما تشوف فيه ميزه للعباد ما عندهاش الغالب سيرتو واحد شهر كيعود واحد شهر ما عندوش نمشي عايش ثلاث ولاد ولا اربع ولاد كوش والحليب الغالب الزوالي ما ينجمش يعيش الحم يقولها السلام عليكم ويعدي يشوفها برك ما ينجمش يشريها هذا كان شافها يعني اللحم حاجه توجع للغالب يا صاحبي والله غير توجع انت مسؤولين هذوما والدنيا زعما دابيا يتحركوا شويه شوفوا الوضع تاع البلاد يشوفوا الوضع تاع البلاد يشوفوا يتحركوا الشباب هذه اللي جايه من بعد احنا الحمد لله سما ديما سلكناها واللي جايين من بعد شو يديروا من بعد هذوما اللي جايين من بعد باش يحصلوا اوتوماتيك مش يروح لك لابعد ما تصور انت في راسك يمشي اللي ما تصورش للاجرام للهم للمشاكل وفر له يا خويا خدمه ووفر له شهريه مليحه وخليه يخدم على روحه هذه هي ما يطلب منك من الشعب من الشعب ما يطلب حتى لا كرسي لا طياير لا كراه بلا حتى شيء وفر له يا خويا المعيشه يعيش على زكاه جست يعيش على زكاه دمك سيرتو الشبيبه هذه اللي معناتها كيما نقولوا احنا خشاشر الصغار العباد مساكن منظمه في حاله ولا غير في حاله شو تعمل في الجنين؟ أنا قاعد نستنى في رحمة ربي قاعد هي الأمور؟ الأمور تعبة أتعب من التعب إيش نحن إيش نقول لك؟ كل شيء ما عندك ما مو باش تلفت ما تنجم تعمل حتى شيء الواحد ما ولا تعرف الشعب ولا يمشي هاي ما عادش عندنا خويا هاي مين واحد هاي ما عنده مش فاهم روحه وين ماشي وين جاي وين عبيد ايش ايش نحكي لك برا هاك تو تعب تو للسوق تو تعب للسوق وشوف الاسواق خويا شوف الاسواق يا انا ايش نقول لك توصل بنتي تعمل لي يعني شاهيه كل حاجه ولا بنت الله غالب لي وليك رب لي وليك رب منين باش نشريها يا اخي خلي الوضع اخويا الوضع ايش نحكي لك ايش نقول لك واش ما عادي ما نحكي تلقى حرقه تحرق نحرق
انا تو نخمم فيها تقريبا باش نمشي للجزائر ولا نمشي لليبيا ولا انا تو نخمم فيها قسما بالله انت هاك جبتها وانا نخمم فيها انا احنا اسنا من القصرين وتو نخمم باش نروح للجزائر ونحرق من الجبل ما غادي نتعدى ديرك للجزائر نمشي نعيش في الجزائر نمشي درجة ماش تنطاق؟ ماش تنطاق صاحبي نخدم حياتي كاملة وأنا نخدم 500,000 ومش تلفت 180,000 كرية تجيني ضو 220,000 ولا 270,000 الماء كيف كيف الأولاد يقروا من الآخر طفلة عندي طفلة تقرأ في الليسي يوميا يوميا قاسما يوميا بابا عندي مطبوعات يوميا مطبوعات يوم أخوي 2000 3000 نمشي جبلها وأنا 500,000 نخلص كما نحكي لك 180,000 كراء الله يسوي خلي الله يقدر الخير وكو الله يقدر الخير قريب واحد يولي حارب ليش حارب بالله انا قلت الله يقدر الخير وكو انا على حسب جهتي الخاصه راس الجبل ولايه بنزرت لاحظت انه فما تدهور بسيط في المقدره الشرائيه ليس تدهور كبير ولكن هو يتسمى تدهور بسيط في المقدرة الشرائية والدليل على ذلك أنه معناها فما معناها الناس قاعدة تتفرج في الأسواق تحسها مش قاعدة شادة قفاف معبية مش الزوالي معش شادة قفة معبية الموظف معش شادة قفة معبية كما قبل إن شاء الله إن شاء الله في المستقبل معناها المشاكل هذه متاع غلاء الاسعار والاحتكار اللي صاير من طرف تجار معينين يصير معناه مقاومه من طرف الاعوان الذين ينتمون الى قطاع الرقابه المراقبه الاقتصاديه كل تريحه كي يجي يحكي مع الخضر كل تريحه في السجوم كل تريحه من المفروض يقع حمايته بقانون وبتدعيم أمني لأنه عون الرقابة الاقتصادية له دور كبير في مقاومة غلاء الأسعار.